أنا أختي الرئيس. شكرا. السيد الوزير، ساكنة فاس وللأسف فاس كناس تعاني الأمرين وتطالب من الحكومة ومن سيدنا نصره الله حل الربط بالقطار الفائق سرعة مبرمج بفاس مسكينة، أم سيبقى حبر على ورق؟ وهل بدأتم في الطريق سيار فاس مراكش فيها بني ملال وفاس طنجة فيها وزان لأكثر من 30 سنة وهي تتعين؟ فكما قلنا أهل فاس يناشدون الله وسيدنا نصره الله يعني في تسريع هذا التطبيق من أجل إقلاع الاقتصادي بفاس، تعاني كما قلنا الأمرين. وهنا في نطاق تطبيق ديال ديال ديال, ديال كأس إفريقيا في 2025 وكأس يعني العالم في 2030، يعني لازم هاد جهة فاس مكناس حنوا عليها عطفوا عليها مقارنة، وعطوا غير 10 أو 20% مقارنة مع الجهات الأخرى ديال المغرب كلها. وشكرا سيدي الرئيس. صار بغيت غير نقول لك اننا تنحنوا على مدينه فاس، ما كاينش شك في هذه القضيه هذه، وبانه على سبيل المثال ما قامت به مدينه فاس فيما يخص النقل الجوي يعني عرف ارتفاع خيالي خلال 10 سنوات الاخيره. من تنعقل على فاس كانوا تيصلها 100,000 مسافر، حنا دابا تنهضروا بالملايين في فاس. القضيه ديال القطار، القطار كيف قلت ما بين الدار البيضاء وفاس غادي تولي ملي يكون الخط الفائق السرعه مبني الى مراكش جوج ديال السوايع 50 دقيقه. يعني الا خديتي السياره ديالك باش تمشي من المحطه ديال فاس الى المحطه ديال الدار البيضاء خصك 3.5 سوايع، هنا غادي تكون عندك جوج سوايع و50 دقيقه، غادي تربح 40 دقيقه مقارنه بالسياره مع السياره. ولكن ملي يكونوا عندنا الامكانيات والميزانيه، وانتم تتعرفوا هذا الشيء في البرلمان بانه كاين المحدوديه، بالطبع راه قلت لك هذاك كاين هذيك الخط اللي مبرمج باش يوصل حتى الوجده. شكرا.